حلقة جديدة من شؤون نسوة قطرية، نتناول فيها أهم وآخر التطورات والمستجدات في محافظة أرخبيل سقطرى. أهلا بكم. كشفت مصادر محلية قيام وزير الزراعة والراء والثروة السمكية التابع للانتقال الوزير سالم عبد الله عيسى السقطري بجمع حملة توقيعات لإلحاق أرخبيل سقطرى بدولة الإمارات العربية المتحدة. وأكدت المصادر أن الوزير السقطري يجمع توقيعات من المشايخ والأعيان والجهات الرسمية لفصل أرخبيل سقطرى عن محيطه اليمني، مشيرة إلى تقديمه مبالغ مالية مقابل التوقيع. وأوضحت المصادر أن تحركات السقطري تأتي بالتنسيق مع مندوب مؤسسة خليفة خلفان المزروعي. في سياق متصل، أفادت مصادر حكومية في جزيرة سقطرى أن وزير الزراعة والراء والثروة السمكية سالم السقطري التابع للمجلس الانتقالي يمارس مهام المحافظ رمزي محروس، وذلك من خلال دعوته للمجلس التنفيذي للمحافظة للانعقاد. وأكدت المصادر للمهرية أن الوزير السقطري وجه دعوات لأعضاء المكتب التنفيذي وشارع في ممارسة مهام المحافظ، معتبرة ذلك سابقة ومخالفة قانونية وتعد على صلاحيات رئيس المكتب التنفيذي. وتأتي هذه الخطوة عقب سيطرة ميليشيا المجلس الانتقالي على محافظة أرخبيل سقطرى بقوة السلاح في يونيو 2020 وتمردها على الحكومة الشرعية وتحكمها بالوضع العام للأرخبيل خدمة للسعودية والإمارات. وفي وقت سابق وجه محافظ أرخبيل سقطرى رئيس المكتب التنفيذي رمزي محروس أعضاء المكتب التنفيذي بعدم تلبية أي دعوات لعقده ما لم تكن صادرة من قبله. وفي مذكرة موجهة لأعضاء المكتب التنفيذي حذر المحافظ محروس الأعضاء من تلبية تلك الدعوات، متوعدا المخالفين بالمساءلة القانونية. وأكد محافظ سقطرى أن الأرخبيل لا يزال في وضع استثنائي، خصوصا مع استمرار سيطرة ميليشيا الانتقالي عليه. تحركات مشبوهة يقودها وزير الزراعة والراء والثروة السمكية سالم السقطري التابع للانتقالي تهدف إلى جمع التواقيع من أهالي سقطرى تمهيدا لفصل الأرخبيل عن السيادة اليمنية وإلحاقها بدولة الإمارات، فيما يستمر الوزير السقطري في تعدي صلاحيات المحافظ محروس بعقد اجتماع للمكتب التنفيذي. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. مثل ما قلت لفخامة الرئيس، أنا لم تتوقف أبو ظبي والكيانات التابعة لها في اليمن عن السعي إلى إحكام السيطرة على أرخبيل سقطرى تمهيدا لفصلها عن السيادة اليمنية. فالتحركات المشبوهة للإمارات عادت من جديد بقيادة وزير الزراعة والثروة السمكية في الحكومة سالم السقطري التابع للمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات. المعلومات الواردة من الأرخبيل تؤكد قيام الوزير السقطري بصرف مبالغ مالية لمشايخ وأعيان وجهات رسمية في الجزيرة مقابل التوقيع لصالح حملة تهدف إلى فصل سقطرى عن محيطها اليمني، بتنسيق كامل مع مندوب مؤسسة خليفة خلفان المزروعي. حملة ومشروع فصل أرخبيل سقطرى عن السيادة اليمنية التي يتصدرها الوزير السقطري لم تكن وليدة اللحظة، بل بدأت منذ عام 2016 وعبر ما عرفت آنذاك بصفقة واتفاقية دكسوم التي نصت على تأجير جزيرة سقطرى لمدة 99 عاما لدولة الإمارات. انتهاكات الوزير السقطري لمؤسسات الدولة والسيادة الوطنية لم تتوقف، فالرجل تعدى أيضا صلاحيات محافظ سقطرى من خلال دعوة أعضاء المكتب التنفيذي لانعقاده، وشرع في ممارسة مهام المحافظ وهو ما اعتبره الكثيرون تعديا لصلاحيات المحافظ محروس ومخالفة واضحة للقانون والدستور. سقطرى ونمنع هذه الأشياء، هو الأمر ذاته الذي حذر منه محافظ أرخبيل سقطرى رمزي محروس قبل أيام،
أعضاء المكتب التنفيذي بعدم تلبية أي دعوات لعقده ما لم تكن صادرة من قبله، متوعدا المخالفين بالمساءلة القانونية. تواصل الإمارات والكيانات التابعة لها العبث بمحافظة أرخبيل سقطرى إذن، وتستمر في مشروعها الهادف إلى فصل جزيرة سقطرى عن السيادة اليمنية، مستغلة بذلك ضعف مؤسسات الدولة وتواطؤ العديد من قياداتها مع مشروع أبوظبي في البلاد. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الناشط السقطري عاصم غانم. أهلا بك. بداية سيد عاصم، وزير الزراعة والري والثروة السمكية التابع للانتقال الوزير سالم عبد الله عيسى السقطري اجتمع بالمكتب التنفيذي بالمحافظة، وفي وقت سابق حذر المحافظ محروس من هذا الاجتماع. ماذا تعني هذه التحركات من قبل الوزير على حساب صلاحيات المحافظ محروس، وما دلالاتها برأيك؟ حياكم الله. نعم، مؤخرا قام سالم عبد الله وهو شخصية تابعة للانتقالي كما هو معروف لدى الجميع، قام بأعمال مشبوهة في سقطرى من أجل شرعنة الانقلاب هناك وجر سقطرى إلى مربع الفوضى والانقسام، خاصة أن تلك الأعمال تؤثر بشكل مباشر على السلم الاجتماعي لأبناء الأرخبيل، أي أنه حاليا يؤيد حالة اللا دولة في سقطرى، بالإضافة إلى دعمه المستمر للميليشيا المستخدمة من خارج سقطرى التي جعلت من سقطرى سفنة عسكرية بيد الإمارات. سالم عبد الله استغل هشاشة الدولة بشكل عام وقام بتنصيب نفسه مكان المحافظ، وأصبح الأمر والنهي في أرخبيل سقطرى. والمستغرب هنا عزيزي عاطف أن التحركات التي يقوم بها سالم عبد الله لا يلقى لها أي ردة فعل من قبل المجلس الرئاسي الذي يفترض منه إعادة عمل مؤسسات الدولة في سقطرى، بعيدا عن تحكم أي دولة أجنبية في سيادة الدولة اليمنية هناك. أيضا هناك نقطة هامة يجب ذكرها، أن سالم عبد الله هو من أبرز قادة الانقلاب في سقطرى، وهو المسؤول عن استخدام مسلحين ميليشيا الانتقال إلى سقطرى، أي ببساطة أن كل الفوضى التي تحصل حاليا في سقطرى ترجع بشكل مباشر على رأس سالم عبد الله. والغريب أنه لا زال وزيرا للدولة ممارسا صلاحيته في هدم مؤسسات الدولة. طيب سيد عاصم، وزير الدولة، كيف ممكن أن نفسر موقف أعضاء المكتب التنفيذي في المحافظة من دعوة الوزير وتحذير المحافظ، والاثنين محسوبين على الدولة؟ نعم، بالنسبة لأعضاء المكتب التنفيذي في سقطرى والأعمال الأخيرة، يعني بإمكاننا القول عنهم أنهم قد مالوا إلى الإنقلابيين بقيادة سالم عبد الله وتأييدهم التام لخطواته التي تدار من قبل خلفان المزروعي يؤكد ذلك، بحيث أنه كان الأولى بالمكتب التنفيذي مع أنهم ممثلين الدولة في سقطرى أن يتماشى المكتب التنفيذي مع تحذير المحافظ محروس والابتعاد عن كل تلك الاجتماعات التي تستهدف أمن سقطرى، والتي تحاك من قبل شلة معروفة لدى أبناء الأرخبيل أنها تستهدف سقطرى وأمنها. لكن أعضاء المكتب التنفيذي يا عزيزي تناسوا تماما أنه يوجد عليهم محافظ في الأساس، وذهبوا باتجاه ميليشيا الإمارات وراء مصالحهم الشخصية. من ناحية أخرى تفسر لنا تلك الاجتماعات أيضا مدى تغلغل الإمارات في سقطرى، بحيث أنها استطاعت أن تكون لها مجموعة من المكتب التنفيذي في سقطرى مثل وكلاء المحافظة وغيرهم من الذين يقتصر عملهم مع الأسف في سقطرى على شرعنة عمل الإمارات، بحيث أنها تكون رسمية كونهم ممثلين الدولة في سقطرى. وكما ظهر مؤخرا الحملات التي تطالب بجمع توقيعات لأبناء سقطرى تمهيدا للاستقلالية الكاملة عن الأراضي اليمنية، وهذا بدايته يعني ضربا من الجنون كما يقال، وكل ذلك متوقع في ظل استمرار هيمنة الإمارات على سقطرى، بحيث أنها تعتبر فرصة سانحة لتوسعة سيطرتها على سقطرى. وصلت الفكرة من هذه الناحية. فيما يتعلق بجزيرة عبد الكوري سيد عاصم، هل عندك أي مستجدات حديثة عما يجري في جزيرة عبد الكوري؟ نعم، بالنسبة لجزيرة عبد الكوري، الإمارات كانت تعمل بشكل سلس للسيطرة على الجزيرة، وقامت بخطوات عديدة من قبل مثل إنشاء الأبراج الاتصالات ومدرج للطائرات، مدرج خاص وهذا أول مدرج في الجزيرة، وغيرها من الأعمال التوسعية. مؤخرا أيضا سعت الإمارات بتكثيف أعمالها هناك، خاصة أن الأمر تطور، ولو تلاحظ هنا يعني تطور بشكل متسارع للغاية، بحيث أصبح الآن الطيران الإماراتي يصل بشكل مباشر
من الإمارات إلى جزيرة عبد الكوري رأسا، وهذا ما يزيد من فرص الإمارات للإنقضاض على الجزيرة وجعلها سكنة عسكرية تستطيع من خلالها تنفيذ أجندتها هناك. مؤخرا أيضا قام خلفان المزروعي بزيارة جزيرة عبد الكوري من أجل كسب الحاضنة الشعبية هناك وزيادة تغلغل الإمارات في مختلف أراضي الأرخبيل. وفي طبيعة الحال كل تلك التحركات يعني تؤكد لنا مدى أهمية جزيرة عبد الكوري وموقعها الاستراتيجي الذي أهمل تماما من قبل الحكومة اليمنية ولم يلقى أي اهتمام سواء على الجانب الإنساني أو على الجانب الآخر، وهو حماية الأراضي اليمنية من أي اعتداء خارجي. وصلت الفكرة. الناشط السقطري عاصم غانم كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. كشف تقرير حديث أن الإمارات تسعى جاهدة للاحتفاظ بنفوذها في المنطقة الساحلية حول عدن وفي العديد من الجزر اليمنية بفضل الانفصاليين الجنوبيين. وأكد التقرير الذي نشرته منصة سبيشال يوراسيا الإيطالية أن الإمارات كانت تتصرف مثل المحتل وتستحوذ على جزيرة سقطرى، بينما تركز السعودية على محافظة المهرة لتسهيل وصولها إلى المحيط الهندي. ويلفت الباحث لورا بينيسي الذي أعد التقرير إلى القطاع الناعم الذي تستغله الإمارات بشكل خاص، وهو السياحة التي تسمح بالاحتلال الفعلي لأرخبيل سقطرى. ويرى الكاتب أن موقع جزيرة سقطرى بين خليج عدن وباب المندب يجعل الجزيرة مركزا عسكريا واقتصاديا محتملا، مشيرا أن أبوظبي استغلت تحالفا مع إسرائيل من خلال اتفاق لتقاسم السيطرة على الأرخبيل. دشنت دولة الإمارات العربية المتحدة أول رحلة جوية من أبوظبي إلى جزيرة عبد الكوري، ثاني أكبر جزر أرخبيل سقطرى. الرحلة الجوية الإماراتية وصلت مدرج جزيرة عبد الكوري، وعلى متنها مندوب مؤسسة خليفة خلفان المزروعي ومسؤولون من هيئة الطيران في أبوظبي. وشهدت جزيرة عبد الكوري تعزيزات أمنية وعسكرية مكثفة بعد أن أنشأت الإمارات فيها مدرجاً للطيران عبر مؤسسة خليفة والهلال الأحمر الإماراتي. وفي وقت سابق أنشأت الإمارات أبراج اتصالات في جزيرة عبد الكوري ودرسة، واستخدمت إلى الجزيرتين عدداً كبيراً من الأبراج لشبكة الاتصالات وخبراء أجانب من ضمنهم مهندسون من الصين والعراق بهدف تشغيلها. يأتي ذلك في إطار استكمال السيطرة على الجزيرتين بعد تكثيف وجودها وإنشاء مدرج للطيران فيها. أجرت ميليشيا الانتقال المدعومة من الإمارات تدريبات عسكرية لمختلف الكيانات التابعة لها بمقر اللواء والمشاه بحري في منطقة موري بجزيرة سقطرى. التدريبات العسكرية تزامنت مع وصول قيادات من المجلس الانتقالي إلى الجزيرة للاطلاع على أوضاع الجناح العسكري والمعدات المقدمة من أبوظبي لما يسمى بمنتسبي مكافحة الشغب والدعم والإسناد. اقتحمت ميليشيا المجلس الانتقالي منزل رئيس دائرة العلاقات في لجنة الاعتصام السلمي بأرخبيل سقطرى الشيخ عبد الله سعد الفرجهي، حيث أقدمت عناصر الميليشيا على انتهاك حرمة منزل الفرجهي وقامت بإنزال العالم الجمهوري من سطح البيت. تواصل ميليشيا الانتقالي المدعومة من الإمارات انتهاكاتها في محافظة أرخبيل سقطرى من خلال اقتحام منازل المناهضين لها، فيما تدشن الإمارات أول رحلة من مطار أبوظبي إلى مطار جزيرة عبد الكوري. تهديد يعقبه اقتحام ثم اعتقال. تواصل ميليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا تكميم الأفواه المناوئة لها في محافظة أرخبيل سقطرى
آخر تلك الانتهاكات اقتحام منزل رئيس دائرة العلاقات في لجنة الاعتصام السلمي بسقطرى الشيخ عبد الله سعد الفرجهي، والمبرر هذه المرة انزال العلم الجمهوري من سطح بيته في انتهاك لحرمة المنازل من قبل الميليشيا. حادثة اقتحام منزل الفرجهي تزامنت مع تدشين الإمارات أول رحلة جوية من مطار أبوظبي إلى جزيرة عبد الكوري، حملت على متنها مندوب مؤسسة خليفة خلفان المزروعي وعددا من المسؤولين بهيئة الطيران في أبوظبي، رافقتها تعزيزات أمنية وعسكرية كبيرة. مجال الاتصالات في جزيرة عبد الكوري هو الآخر شهد اهتماما واسعا من قبل الإمارات عبر جلب عدد كبير من الأبراج لشبكة الاتصالات واستخدام خبراء أجانب من أجل تشغيل تلك الأبراج وتحقيق مخططاتها لاستكمال السيطرة على جميع جزر الأرخبيل. مصادر محلية في الأرخبيل أكدت أيضا إنشاء عدد من المشاتل على يد خبراء أجانب مختصين في المجال النباتي، والهدف تهريب أشجار نادرة من منطقة دكسم وحمهل إلى أبوظبي بتواطؤ من مكتب الزراعة والبيئة في سقطرى. ولعل اللافت اليوم أن الإمارات لا تزال مستمرة في تحشيدها العسكري بالأرخبيل وتواصل عبثها بمقدرات وثروة الجزيرة رغم مرور أكثر من شهر على تأسيس مجلس القيادة الرئاسي الذي تعهد بحماية وحفظ جميع الأراضي اليمنية. استقطبت مؤسسة خليفة الإماراتية إلى محافظة أرخبيل سقطرى عددا من الخبراء الأجانب المختصين في مجال النباتات، وأنشأت مؤسسة خليفة مشتلا لنقل بعض الأشجار من عدة مناطق إلى الإمارات بتنسيق مع مكتب الزراعة والبيئة بالمحافظة. وتستمر أبوظبي في عسكرة أرخبيل سقطرى وإنشاء عدة مؤسسات تعمل لصالح أجنداتها منذ انقلاب ميليشيا الانتقالي منتصف العام 2020. يواصل مندوب الإمارات في أرخبيل سقطرى بيع أراضي الدولة والمنتزهات السياحية على الشواطئ في الجزيرة، وأكدت مصادر خاصة أن مندوبي الإمارات بالتعاون مع عناصر نافذة في ميليشيا الانتقالي مستمرون في عملية الاستيلاء والنهب ومخالفة المخططات في مدينة حديب وعاصمة الأرخبيل وضواحيها. وأضافت المصادر أن عملية البيع والاستيلاء على الأراضي تتم بتسهيل من مكتب هيئة تخطيط الأراضي في الأرخبيل الخاضع لسيطرة ميليشيا الانتقالي. رفعت مؤسسة خليفة الإماراتية أسعار أسطوانة الغاز المنزلي ومادة الديزل والبنزين في محافظة أرخبيل سقطرى، وأكدت مصادر محلية أن مؤسسة خليفة الإماراتية تبيع مادة الغاز المنزلي بمبالغ خيالية، حيث بلغ سعر الإسطوانة الواحدة 36,000 ريال يمني. وأضافت المصادر أن محطة أدنوك الإماراتية رفعت أيضا أسعار مادتي الديزل والبنزين في الأرخبيل رغم انخفاض سعر صرف الريال اليمني. هذا وشهدت محافظة أرخبيل سقطرى استياء وسخطا شعبيا كبيرا على خلفية بيع مؤسسة خليفة الإماراتية المواد الإغاثية على المواطنين. وأكدت المصادر أن المواد الإغاثية التي تقوم ببيعها مؤسسة خليفة الإماراتية كانت توزع بشكل مجاني إبان وجود الدولة في محافظة أرخبيل سقطرى. هذا وتستمر الإمارات والميليشيا التابعة لها بأرخبيل سقطرى في مضاعفة معاناة المواطنين يوما بعد آخر. إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة الأسبوعية من البرنامج الأسبوعي شؤون سقطرية، على أن نلتقي في حلقة جديدة مقبلة. إلى حينها دمتم في أمان الله.